أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدء تسليم أذونات البناء للدفعة 13 من قسائم مشروع غرب عبد الله المبارك، والتي تتضمن 373 قسيمة. المؤسسة دعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذا المشروع ودخلوا قرعة التوزيع إلى مراجعتها لتسلم المخاطبات الخاصة ببلدية الكويت وبنك الائتمان في الفترة المسائية للبدء في إجراءات تنفيذ قسائمهم.